تاريخ الجزائر. تاريخ الجزائر موعد تاريخي أكاديمي يهتم بالتاريخ الجزائري رفقة أساتذة وباحثين، إعداد وتقديم محمد الياس بن ناصر. مستمع الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي تاريخ الجزائر. خلال العدد الماضي تحدثنا عن دخول القوات الفرنسية إلى مدينة الجزائر والظروف المحيطة به، وكذلك تحدثنا عن معركة أسطوالي إلى جانب وثيقة الاستسلام. وفي هذا العدد نواصل في هذا الجانب، وطبعا قبل أن نخوض في هذا الموضوع لا بأس وأن نرحب بضيفينا الكريمين الذين واكبونا في هذا البرنامج، كل من الدكتور جعفري مبارك أستاذ محاضر بجامعة أضرار، وكذلك الأستاذ صديقي بلال أستاذ التاريخ الجزائر الحديث والمعاصر بجامعة أضرار أيضا. في البداية أتوجه بالحديث وأتوجه بالسؤال للدكتور جعفري أمبارك حول المسألة المتعلقة بالبيان الذي تم توزيعه على الشعب الجزائري خلال دخول القوات الفرنسية إلى مدينة الجزائر. أستاذ جعفري، ماذا يمكن أن نقول عن هذا البيان، ولماذا لجأت السلطات أو لجأت فرنسا إلى توزيع هذا البيان، خاصة نحن نعلم بأن الجانب النفسي له دور كبير في التأثير على العدو خاصة بالنسبة للحروب، ماذا يمكن أن تقول حول هذا الموضوع؟ تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لك الأخ إلياس ولكل السادة المستمعين. فيما يخص سؤالك حول البيان الفرنسي الذي وجه إلى الشعب الجزائري، يمكن تصنيف هذا البيان ضمن الحرب النفسية والدعائية التي أعد لها الاستعمار الفرنسي قبل مجيئه إلى الجزائر، وكان الهدف منه هو تأثيره على معنويات السكان وتقسيمهم، أي تقسيم المجتمع الجزائري بأن هنالك أتراك يسيطرون على الدولة وعلى مؤسساتها، وهنالك شعب مقهور. وكما ذكر الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله، والذي رفض هذا المصطلح لأنه قال أن ولاء الشعب الجزائري كان لآل عثمان وليس للأتراك، لأن آل عثمان كانوا يرمزون إلى الخلافة الإسلامية، والولاء الجزائر العثمانية كان للخلافة الإسلامية ولم يكن للأتراك يوما ما. هذا المصطلح ظهر فقط عشية الاحتلال لتقسيم وتفريق الجزائريين على أساس قومي، وبالتالي ضرب نسيجهم الاجتماعي، وربما انطلت هذه الحيلة على الكثير من الجزائريين في تلك المرحلة، وحتى على بعضهم اليوم، لأنهم ما زالوا يعتقدون بأن هذا الشعب هو مقسم وهو عبارة عن طوائف وقوميات يسهل السيطرة عليها ويسهل استغلالها. لكن في الحقيقة أنه حتى ولاء الجزائريين كان لي آل عثمان، وآل عثمان كانوا يرمزون إلى الخلافة الإسلامية وإلى الوحدة الإسلامية التي كانت تجمع كل المسلمين في ذلك الوقت بغض النظر عن قوميتهم أو بغض النظر عن عرقهم. هذا البيان تم إعداده، تقول المصادر أنه أعد وطبع باللغة العربية حتى قبل إقلاع الأسطول الفرنسي المتجه نحو مدينة الجزائر. وسنتلو على السادة المستمعين بعض الفقرات من ما جاء في هذا البيان حتى نؤكد ما ذكرناه سابقا من أن التاريخ قد يعيد نفسه، وأنه نفس الحيل ونفس المصطلحات قد تنتلي على البعض، وأنه كما قال غاندي أن الاستعمار غبي أو تلميذ بليد لا يعد درس. إذن أهم ما جاء في البيان أو بعض الفقرات التي وردت في البيان سنحاول أن نتلوها كما هي حتى يعي السادة المستمعون جيدا ما تضمنه هذا البيان. إذن البيان جاء تحت عنوان البيان الفرنسي إلى الشعب الجزائري، إلى لغلي وأبناء الأتراك والعرب المقاومين في إقليم الجزائر. إننا نحن أصدقاؤكم الفرنسيين نتوجه الآن نحو الجزائر، إننا ذاهبون لكي نطرد الأتراك من هناك
إن الأتراك هم أعداؤكم وطغاتكم الذين يتجبرون عليكم ويضطهدونكم، والذين يسرقون أملاككم وإنتاج أرضكم، والذين يهددون حياتكم باستمرار. إننا لن نأخذ المدينة منهم لكي نكون سادة عليها، إننا نقسم على ذلك بدمائنا، وإذا انضممتم إلينا وإذا برهنتم على أنكم جديرون بحمايتنا فسيكون الحكم في أيديكم كما كان في السابق، وستكونون سادة مستقلين على وطنكم. إن الفرنسيين سيعاملونكم كما عاملوا المصريين إخوانكم الأعزة الذين لم يفتأوا يفكرون فينا ويتأسفون على فراقنا طيلة 30 سنة الماضية منذ خروجنا من بلادهم، والذين ما يزالون يرسلون أبناءهم إلى فرنسا يتعلمون القراءة والكتابة وكل فن وحرفة مفيدة. ونحن نعدكم باحترام نقودكم وبضائعكم ودينكم المقدس، لأن ملك فرنسا المعظم حامي وطننا المحبوب يحمي كل دين. فإذا كنتم لا تثقون في كلمتنا وفي قوة سلاحنا فابتعدوا عن طريقنا ولا تنضموا إلى الأتراك الذين هم أعداؤنا وأعداؤكم، فابقوا هادئين. إن الفرنسيين ليسوا في حاجة إلى مساعدة لضرب وطرد الأتراك، إن الفرنسيين هم وسيظلون أصدقاؤكم المخلصون، فتعالوا إلينا وسنكون مسرورين بكم وسيكون ذلك فرصة لكم. وإذا أحضرتم إلينا الأطعمة والأغذية والأبقار والأغنام فسندفع ثمن ذلك بسعر السوق، وإذا كنتم خائفين من سلاحنا فأشيلوا علينا بالمكان الذي يقابلكم فيه جنودنا المخلصون دون سلاح مزودين بالنقود في مقابل التموين الذي تأتون به. إذن هذا البيان الذي قلت أنه تم إعداده قبل الحملة، قبل مغادرة الحملة لمدينة طولون، وأرسل إلى الجزائر عبر تونس، أي أرسلت منه حوالي 400 نسخة عبر القنصل الفرنسي في تونس، وتم توزيعه عشية نزول القوات الفرنسية أو اقتراب القوات الفرنسية من مدينة الجزائر. كان الهدف منه هو التأثير على معنويات السكان. هذا البيان الذي نشر فيما بعد في الصحف، وقد نشره الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه مقالات وأبحاث في تاريخ الجزائر. قلت أن تقريبا عندما تسمعه للوهلة الأولى تجد بأنه خطاب رنان، خطاب مليء بالعبارات الكاذبة والوعود التي لم يتحقق منها شيئا، بل بالعكس، أنه عندما دخل الجنود الفرنسيون إلى مدينة الجزائر استباحوا المدينة 4 أيام واستولوا على كل ما وجدوا فيها أمامهم، وقتلوا العشرات وحولوا المساجد إلى كنائس، واستحوذ الفرنسيون على خزينة الجزائر، رغم أن وثائقهم تؤكد بأن هذه الخزانة وجدوا فيها تقريبا 2,400,000 جنيه استرليني ذهبا، ولكن المؤرخون يذكرون أن الخزينة كانت أكبر بكثير، وأنه تقريبا كان بها حوالي 50 مليون دولار ذهبي في ذلك الوقت. ويستدلون على ذلك أن الداي علي خوزة قد استعبل سنة 1817 50 بغلا كل ليلة لمدة 15 ليلة لنقل محتوى الخزانة، فقد نقلت هذه الخزانة من مقرها العادي إلى القصبة، وقلت قدر البعض محتواها بتقريب 50 مليون دولار ذهبا على الأقل. واستبيحت قلت المدينة أكثر من 4 أيام، وقد سجل المؤرخون الفرنسيون أنفسهم الكثير من الانتهاكات والفظائع التي ارتكبت في المدينة. هذا وتجدي الإشارة إلى أن في هذه الفترة كان الصراع قائما حول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكانت كل دولة تريد السيطرة عليه
وبالتالي السيطرة على الملاحة في هذا البحر. ونحن نعلم بأن الثروات كانت في الجانب الجنوبي من البحر الأبيض المتوسط، ولذلك كانت الدول الأوروبية تريد أو تتنافس للسيطرة على الدويلات المتواجدة بهذا الساحل. وشكل العدوان الفرنسي على الجزائر حديث العام والخاص أنذاك إن صح التعبير، إذ أصبحت المواقف واضحة من طرف كل دولة سواء كانت في الضفة الشمالية أو الضفة الجنوبية. وبهذا الخصوص أتوجه بالسؤال للأستاذ صديقي بلال ليعرفنا عن الأحداث التي وقعت ومواقف الدول حول هذا الموضوع. تفضل أستاذ بلال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أستاذ الياس، أحييك وأحيي مستمعيك الكرام عبر هذا الأثير من إذاعة الجزائر من أضرار، وأرحب بزميلي الدكتور مبارك جعفري، وأتمنى أن نغطي هذه الفترة من تاريخ الجزائر وأن نعطيها حقها. كنا قد توقفنا في الحلقة الفارطة عند نقطة فاصلة وفارقة في تاريخ الجزائر، هذه اللحظة التي كانت حبلى بكثير من الأحداث، وكانت تطور الأحداث فيها دراماتيكي، وفيه من المواقف ما فيه، وفيه من البطولات ما فيها، وكذلك فيها من الخذلان ما فيها. غير أنني أود أن أعود بعدما توقفنا عند معاهدة الاستسلام، أن أعود إلى استراتيجية أو إلى الاستراتيجية العسكرية التي حددها الداعي حسين، حتى لا نظلم الرجل وحتى لا نسكت عما ظهر أنه كان يمكن أن يؤدي بالمقاومة إلى النجاح. من هذا ما أورده ميرل كاتب دوبرمون عن أن خطة الداعي كادت أن تنجح لولا لحظة فارقة جعلت الأمر ينعكس على الجزائريين وعلى العثمانيين. هذه الحقيقة أو الاستراتيجية العسكرية التي أود أن أتحدث عنها، وكانت يعني من وجهة نظر ميرل كانت ناجعة لولا هذا الخطأ الذي ارتكب، هي أن الهجوم الذي قام به الجزائريون على مراكز الفرنسيين قد نجح في أول الأمر نجاحا كبيرا، وتمكنت الميمنة والميسرة من اكتساح مراكز الفرنسيين، أي ميمنة الجيش وميسرته من اكتساح مراكز الفرنسيين، وكذلك قلب الجيش الذي كان يتوغل بسرعة إلى الأمام، إلا أن هناك تقدير خاطئ من بعض الجزائريين الذين كانوا يهاجمون الفرنسيين هو الذي جعل الدائرة تدور على الجيش أو على الجزائريين، هو أن الفرنسيين بعدما امتطى الكثير منهم سفنهم وقفلوا راجعين وتاركين أرض المعركة في سيدي فرج، نحن نتحدث الآن، لاحظ بعضهم أو بعض الذين تبقوا من الجيش الفرنسي وكانوا على ارتفاع محدود، لاحظوا هروب الجيش الفرنسي وانتطاء السفن من طرف عناصر الجيش الفرنسي ورجوعهم، فأخذت فرقة أو بعض الجنود من مكان مرتفع يلوحون بأيديهم ويشيرون إلى زملائهم ومن كان معهم أن يرجعوا إليهم ليأخذوهم. فالجيش الجزائري حينها والمقاومة من الجزائريين حينها كانوا يظنون أن هؤلاء هم من جنود الفرنسيين الذين يريدون أن يقوموا بالهجوم المعاكس، وأن الفرنسيين يخططون لشيء ما، وأنهم يستدرجون الجيش الجزائري من أجل الإيقاع به.
فتراجع الجزائريون عندما رأوا هذه المجموعة من العناصر الجيش الفرنسي تلوح لأصحابها بأن يأخذوهم معهم، فإذا بهم يستغلون هذه الثغرة وهذه أو هذا الخطأ الجسيم، فما كان منهم إلا أن هجموا هجمة واحدة، وحتى عاد من كان بتلك السفن التي قفلت راجعة، وبالتالي دارت الدائرة على الجزائريين ففروا ورجعوا، وكانت هزيمتهم في سيدي فرج. فقط الإشارة هنا على أن هذه الخطة كانت ناجحة، أن يتركوا الفرنسيين ينزلوا بسيدي فرج، ينزلون بسيدي فرج، ثم بعد ذلك يمكن مداهمتهم والهجوم عليهم بهجمة رجل واحد، حينها سيتركون مالهم وسيقفلون راجعون. وهذا كان تقدير الداي واستراتيجيته العسكرية، إلا أنها فشلت بفعل خطأ الجسيم الذي ذكرناه قبل قليل. إذن هذه الاستراتيجية قلت يتحدث عنها مير كاتب دوبرمون حسب ما تشير المصادر والكتابات التاريخية، ويقول أنها كانت ناجحة لولا هذا الخطأ الذي ذكرنا قبل قليل. هذا في أمر سيدي فرج وما حدث من أحداث، فضلا عن الخيانات التي حدثت، فضلا عن شخصية الآغا إبراهيم الذي خلف الآغا يحيى، التي لا يمكن أن أزيد عن ما قلته في حق هذه الشخصية سوى ما قاله أحمد الشريف الزهار الذي قال في الأغا إبراهيم، يعني وقال أو ثم بعد ذلك خلفه يتحدث عن الأغا يحيى، الأغا إبراهيم وكان مثله أو مثله مثل الحمار لا يعرف إلا الأكل والنكاح لعنة الله عليه. الكلام هذا ليس لي، إنما هو لأحمد الشريف الزهار نقيب الأشراف، تحدث عن مساوئ الأغا إبراهيم وعن شخصيته السيئة والتي كانت سببا من أسباب سقوط الجزائر أو عاصمة الجزائر في يد الفرنسيين. هذا حول المعركة استوالي وما أردت أن أتحدث عنه بهذا الخصوص. أما عن المواقف التي يمكن أن نذكرها في هذا الخصوص وهي تتعلق بالسيطرة عن مدينة الجزائر، يمكن أن أتحدث عن مواقف داخلية وعن مواقف خارجية. عن مواقف داخلية أقصد من الداخل شخصيات أو طوائف كاليهود مثلا، وعن الدول حينها التي ساندت الاحتلال أو عارضته أو كانت محايدة. في هذا الإطار أشير إلى أن مجموعة الحضر أو عفوا التجار والأعيان الذين اجتمعوا في 2 جويلية 1830، أي والفرنسيون على أسوار مدينة الجزائر، كانوا قد اجتمعوا في القلعة في باب البحرية وفكروا في مصلحتهم، وأرسلوا من يخبر الباشا برأيهم، وقال الداي بأنه سينظر. إلى أن جاء يوم 4 جويلية 1830، حين كان الداي قد اقتنع بمسألة الاستسلام، وأرسل كاتبه مصطفى، الكاتب مصطفى مصحوبا بالقنصل الإنجليزي، إلى دوبرمون رفقة أبو ضربة والخزناجي، قد تحدثنا عن هذا. لكن اللافت هنا أو الملفت هو القنصل الإنجليزي، وهو ما سيفسر لنا موقف البريطانيين بعد ذلك. القنصل الإنجليزي كان له نشاط ملفت قبل الاحتلال مدينة الجزائر وأثناء الحملة. لماذا؟ لأن بريطانيا كان لا يخدمها تغير النظام، وكان في مصلحتها توتر العلاقة بين الفرنسيين والجزائريين، وبالتالي كانت تبحث عن موطئ قدم لها، حتى إن تخلخل النظام يمكن أن تكون على الأقل حاضرة. وهو ما يفسر لنا وجود القنصل الإنجليزي في المفاوضات الأخيرة باسم الدلي. إذا القنصل الإنجليزي هنا قلت كان لا يخدمه، أو بريطانيا عموما كان لا يخدمها انهيار النظام في الجزائر، وهو ما يفسر لنا الحركة الدؤوبة والغير عادية للقنصل الإنجليزي ليرعى مصالح بريطانيا في الجزائر. إذا أشرنا من الداخل إلى المقاومة، إلى عفوا إلى الخيانة التي حدثت للداي حسين
وعبر خزناجيه أي وزير ماليته، والذي كان طبعا هذا الخزناجي كان يفاوض دوبرمون، وكان قد تولى الدفاع عن قلعة مولاي حسن، ومن هناك بدأ التفاوض مع الفرنسيين على شروطهم، وهو كان يطمح ويطمع في أن يكون في محل الدال. ثم هناك موقف لمجموعة كذلك من الجزائريين من أعيان ومن سكان مدينة الجزائر، كانوا قد ذهبوا إلى دوبرمون يفاوضونه: إن كنت تريد رأس الداي فنحن مستعدين لذلك. فبالتالي هم كانوا قد باعوا قضيتهم وظنوا أن المشكلة تتلخص في الداي، وأرادوا أن يثوروا على الداي ويأتوا برأسه كعربون وفاء لدوبرمون مقابل أن يضمن لهم مصالحهم وأن يحفظهم. إذن هذا مواقف داخلية، بالتالي كان الأمر يدل على تهلهل وعلى تخلخل أو خلل كبير جدا في الجبهة الداخلية للداي، فضلا على سوء الإدارة العسكرية كان هناك تخلخل وخلل كبير جدا في المواقف وفي الجبهة الداخلية. إذن هذا حول الجبهة الداخلية. أما من حيث الطوائف فيمكن الإشارة إلى اليهود الذين كان موقفهم مخزيا، والذين كانوا هم السبب في احتلال الجزائر بسبب أزمة الديون التي تلاعبوا بها، والمال غير النظيف الذي فعل فعلته في هذه الفترة، يعني قبيل الاحتلال، وكان سببا في انهيار الجزائر وسببا في توتر العلاقة، ولو أنه ليس السبب الوحيد الذي يمكنه أن يكون مؤديا لاحتلال الجزائر، لكن كان اليهود هم المحرك الأساسي في هذه الأحداث. وموقفهم بعد احتلال مدينة الجزائر كان مخزيا، إذ سرعان ما ركبوا الموجة وظلوا يرددون بعد سقوط مدينة الجزائر: فيف لا فرانس، فيف لا فرانس، أو تحيا فرنسا، تحيا فرنسا. هذا يعني ما جعل الجزائريين دائما يكون اليهودي أو ذكر اليهودي في أذهانهم وفي مخيلتهم مرتبط بالخيانة والغدر والخداع. هذا حول ما يمكن أن نقوله في حول الجبهة الداخلية. يمكننا كذلك أن نشير إلى شخصية الداي، حتى قبل أن نذكر المواقف الدولية أن نذكر شخصية الداي الذي لم يستسلم بسهولة. طبعا هذا ما يمكن أن نذكره في حقه وما ذكرته المصادر التاريخية بهذا الخصوص، أن الداي لم يكن ليصبر وظل يقاوم ولم يستسلم حتى بعد التوقيع على معاهدة الاستسلام، وبعد أن هاجر معه 120 شخص باتجاه نابولي في إيطاليا، ومنها أخذ يدير، يعني بعد أن نفي أخذ يدير التحركات ضد الفرنسيين ويشتري السلاح، وهذا يمكن أن يحسب للدال حسين على الرغم من مساوئه وسلبياته، كان يشتري السلاح ويبعث به إلى الجزائريين. هذا يعكس لنا حبه الجزائر وما كان يختلج في قلبه حتى وهو بعيد عنها، وكان هذا عمليا لا فقط مجرد كلام. ولكن الفرنسيون طبعا لم تكن أعينهم لتغفل هذا التحرك، وبعد ذلك ذهب إلى الإسكندرية وتوفي بها سنة 1838 عن عمر يناهز 72 سنة. هذا فقط، لا يمكن أن نمر على استسلام مدينة الجزائر دون أن نذكر إلى أين ذهب الداي حسين، رغم أننا نستغرب ربما عدم مقاومته من الداخل، لماذا لم يعني يتوجه نحو الشرق كما فعل أحمد باي ليدافع عن بايلكه أو عن مقاطعته، لماذا لم يتوجه نحو الداخل من أجل
المقاومة واستمرار المقاومة بعد سقوط مدينة الجزائر، لكن ما يحسب له هو مقاومته وكذلك عدم استسلامه حتى بعد نفيه وخروجه رفقة 120 شخص من الجزائر. هذا في مقاومة الدم. طبعا الفرنسيون نكثوا عهودهم ونكصوا على عقبيهم وكانوا من السباقين إلى نقض معاهدة الاستسلام بفعل الجرائم التي ارتكبوها بحق الجزائريين منذ أن وطئت أقدامهم يعني الجزائر وسيطرت عليها. كانت هناك عمليات نهب وحرق وتقتيل للسكان العزل بالعاصمة بدون أي مبرر، يعني سوى أن ذلك كان رغبة من جيش الاحتلال في إشباغ غرائزه الوحشية وكذلك إتلافا للشواهد والأدلة التي يمكن أن تثبت بحق ما فعل بالجزائر من اختلاس وسرقات، وذلك طبعا في إطار الفوضى الخلاقة التي حدثت في تلك الأيام من احتلال مدينة الجزائر. طبعا السرقة ونهب الممتلكات تم من أعلى المستويات إلى أدناها في الجيش الفرنسي، وهذا لم يكن ليخفى على أحد، وأصلا الإغراءات كانت إغراءات عسكرية وإغراءات اقتصادية، بمعنى أن العسكر كان كما تحدثنا في حلقة فارطة قد أغري بأنه بإمكانهم إنشاء محميات وأن ثروة الخزينة تحوي كذا وكذا، يعني هذا كله يشار إليه من أجل استدراج ومن أجل إغراء كل شذاذ الآفاق في فرنسا وفي أوروبا من أجل السيطرة على الجزائر. تشير بعض التقديرات ربما لن تكون دقيقة ولكنها تقرب لنا بعض الصورة شيئا فشيئا من خلال الأرقام بالعملة الصعبة الحالية، إلى أن خزينة الداي ربما أو ما كان يتعلق بثروات الداي ووزرائه وما نهب في خلال هذه الفترة وخلال هذه الأيام كان يقدر ب 75 مليون يورو، يعني هو مبلغ خيالي ضخم يعكس لنا هذا 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 اللهف أو هذه اللهفة وهذه الشراسة التي تعامل بها الفرنسيون مع الجزائريون، كله كان من أجل المال وطمعا فيما سيحققونه من ثروة. بعد سقوط مدينة الجزائر يمكننا الإشارة كذلك بعد هذه الجرائم وهذا النهب، جرائم ربما سنشير لها في حلقات قادمة، لكن تحدثت فقط على الجانب الاقتصادي الذي كان مهما جدا في قدوم الفرنسيين. أتحدث عن المواقف الدولية التي يمكن أن أذكرها بهذا الخصوص. بروسيا بسمارك طبعا لم تكن حينها ألمانيا، لم تكن قد تحققت الوحدة، أيدت الاحتلال أو أيدت احتلال فرنسا الجزائر طبعا في إطار توازنات والسكوت عن بعض الامتيازات كذلك التي ستتحقق لبروسيا. إسبانيا كذلك كانت من المؤيدين لاحتلال الجزائر. النمسا كانت تعيش أوضاعا داخلية وبالتالي كان موقفها محايدا. بريطانيا وهي القوى الاستعمارية التي ستظهر خاصة القرن 18 والقرن 19 بعد مع فرنسا بعد تراجع القوى الأولى الاستعمارية الإسبانية البرتغال وغيرها، بريطانيا كانت من المعارضين بالمناسبة للاحتلال الفرنسي للجزائر، طبعا ليس حبا في الجزائريين وليس من أجل مصلحة الجزائر، إنما كنت قد تحدثت قبل هذا أن النظام القائم كان يخدمها، وفي نفس الوقت أنها كانت تريد من أن تضغط على فرنسا بهذه المعارضة من أجل أن تسكت وأن تتيح لها مناطق نفوذ أو مناطق حيوية في أماكن أخرى. ننتقل إلى روسيا التي أيدت كذلك احتلال الجزائر، وكان ذلك طبعا من أجل مصلحتها
وهي أن تسكت فرنسا في مقابل ذلك عن مطامع روسيا في المضايق التركية أو العثمانية، أقصد هنا البوسفور والدردانية. ليبيا القرملي طبعا عارضت وبشدة، كان موقفها مشرفا. تونس، باي تونس هنأ الفرنسيين باحتلالهم مدينة الجزائر. طبعا وهنا نستذكر القلاقل والحملات التي كانت بين الأيالة التونسية وبالك الشرق وكذلك بين يعني الجزائر عموما، إذ أنها كانت من حين لآخر تنشب معارك وقلاقل بين الأيالتين، إلى أن طبعا وقع الصلح في 1821، لكن ذلك لم يكن كافيا، وبالتالي هذا الموقف غير مستغرب من باي تونس الذي هنأ الفرنسيين باحتلالهم للجزائر. المغرب، المملكة التزمت الصمت، بينما مصر محمد علي كذلك كان من المؤيدين لهذه الحملة ومن المؤيدين لاحتلال الجزائر. مصر نظام وليس مصر الشعب، وهنا نتحدث عن مصر محمد علي، مصر نظام محمد علي أيد الفرنسيين. طبعا هذا ليس غريبا، تحدثنا عن مشروعه الطامح والطامع في احتلال أيالات العثمانية، الأيالات العثمانية الثلاث، تونس وطرابلس والجزائر، وأن يكون هو على رأسها وأن يدفع جزية للسلطان العثماني، ويكون ذلك كذلك برعاية للمصالح الفرنسية في هذه المقاطعة الثلاث. طبعا هذا مشروع تحدثنا عنه في الحلقات الفارطة، وكان قد يعني سعى من أجل تحقيقه من الجانب الفرنسي بولونياك، ولكن طبعا أجهض هذا المشروع بفعل عدة عوامل تحدثنا عنها في السابق. إذن هذا كان بخصوص المواقف الدولية بخصوص هذه الحملة وسقوط مدينة الجزائر، وما كان من مواقف وأحداث. وبعدها ربما سنتحدث عن السياسة الفرنسية وما يمكن أن نقوله بشأنها، هذا ما ربما سنتحدث عنه بإسهاب. وأشكرك أستاذ إلياس، وأترك المجال لباقي الزملاء ليدلوا بدلوهم في هذا الإطار. شكرا. هذا وكانت فرنسا أو القوات الفرنسية أثناء دخولها لمدينة الجزائر ارتكبت الكثير من الجرائم، ومنها جرائم فظيعة جدا تقشعر لها الأبدان. ولمعرفة بعض من هذه الجرائم، لأننا لا يمكن أن نحصيها في هذه الدقائق، أتوجه بالسؤال للدكتور جعفري أمبارك ليوضح جانبا من بشاعة هذه الجرائم. تفضل أستاذ جعفري. فيما يخص سؤالك حول الفظائع والجرائم التي ارتكبها الجنود الفرنسيون بحق سكان مدينة الجزائر، هي كثيرة وكانت بداية فقط لحلقة طويلة من الجرائم والفظائع والتي يعجز اللسان عن وصفها أو عن ذكرها. وقلنا أن الجنود الفرنسيون استباحوا المدينة لأزيد من 4 أيام، واستولوا على جميع ما وجدوه أمامهم من أموال وذهب وممتلكات، بالإضافة إلى إمعانهم في إذلال السكان. ونعطي مثال بسيط على ذلك، هو جامع كتشاوا، هذا الجامع العريق والذي يعد من أشهر مساجد مدينة الجزائر، والذي بني سنة 1794 في عهد الباشا، في عهد حسن باشا، وسمي هذا الاسم بهذا الاسم كتشاوا نسبة إلى السوق التي كانت تقام في الساحة المجاورة، سوق المعز. وكلمة كتشاوا هي كلمة تركية مركبة من كلمتين، كيت ساحة وشاو عنزة. وقلت أنه حوله الدوق دو ريفيغو إلى كنيسة، وتم إخراج جميع المصاحف والكتب التي كانت موجودة في المسجد، وتم حرقها في الساحة المجاورة قلت. ولما حاول المصلون المسلمون الاعتصام في المسجد احتجاجا على قراره تحويله إلى كنيسة، قتلوا
وتقول الروايات أن 4000 مسلم تم قتلهم داخل المسجد، ولهذا سميت هذه الساحة بساحة الشهداء. وتم هدم هذا المسجد، قلت بعد أن تحول إلى استبل في البداية، تم تحويله إلى استبل، ثم تم هدمه في 18 ديسمبر 1832 وأقيمت مكانه كاتدرائية حملت اسم سان فيليب. إذن قلت هذا مثال بسيط عن ما وقع في موقع واحد داخل المدينة، وهو مسجد كتشاوا وساحة الشهداء. ويذكر حمدان خوجة، وهو من بين الجزائريين الأوائل الذين قادوا المقاومة السياسية، أنه حينما احتج على القائد الفرنسي كولوزيل على خرق الاتفاق وخرق البنود البيان الذي وجه إلى الشعب الجزائري سنة 1830، رد عليه بقوله إن فرنسا غير ملزمة باحترام هذا البيان أو هذا الاتفاق، لأنه لم يكن في نظرها سوى لعبة حرب. إذن هكذا تنظر الإدارة الاستعمارية لكل عهودها ولكل ما تم الاتفاق عليه مع الجزائريين، فهي لا تتوانى في نقد أي اتفاق أو أي مبدأ لا يخدم مصالحها. وهذا أفضل رسالة للذين ما زالوا يؤمنون ويثقون في وعود فرنسا. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الأفاضل، لأن الوقت داهمنا، إلى أن نلتقي في العدد القادم بحول الله وموضوع آخر له علاقة بتاريخ الجزائر. أشكركم على كرم الإصغاء. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات محمد الياس بن ناصر، إلى اللقاء. تاريخ الجزائر. تاريخ الجزائر موعد تاريخي أكاديمي يهتم بالتاريخ الجزائري، رفقة أساتذة وباحثين، إعداد وتقديم محمد الياس بن ناصر.